حالة من التفاؤل مع الامتزاج بحذر اليوم الأول للامتحانات الوزارية. لجأت مديرية تربية البصرة لحجز الجامعات والمدارس الخاصة لتوفير الظرف الملائم لأداء الامتحان. الانضباط الأمني والحذر الصحي منعنا من توثيق العملية الامتحانية داخل القاعات لنكتفي بالتوضيح الرسمي لتلك الأجواء. وجه في محافظة البصرة أكثر من 50,000 طالب وطالبة لإداء الامتحانات الوزارية. توزعت هذه الطلبة هؤلاء الطلبة توزعوا على أكثر من 328 مركز امتحاني. يوم أول يوم تسير بانسيابية عالية جدا، خاصة هناك توجيهات من قبل السيد محافظ البصرة بأن تكون تعاون كبير لنجاح هذه الامتحانات في محافظة البصرة. وعن طبيعة الأسئلة تباينت آراء الطلبة، فمنهم من قرر التأجيل، ومنهم من اعتبرها مستخلصة من الكتاب المنهجي بعيدا عن التغييرات والإثراءات. ويعني ها اكو بيهم طلاب، يعني هسه مثلا انا يعني استاذ، يعني البارحة ما ادري ايش بيه، يعني شوي يعني خربطت اي، فمن هاي بعد ما اكمل يعني شكيت. العفو انه عندك اصابة شك؟ اي بعد اشوف هسه انا أروح. يعني راح تروح تفحص هسه؟ اي راح افحص. بالعكس الاداء مركزين على المواضيع بالبداية، ما مركزين يعني على مواضيع الورا نص السنة كعامة. اذا تصنف كأسئلة طبيعية. التفاؤل الطلابي امتد لأولياء الأمور بوصفهم الوضع الامتحاني مثالي من جميع النواحي الأمنية والخدمية والصحية، ما يخلق ظرفا ملائما لتسلسل المعلومات بأذهان الطلبة وبالتالي الإجابة على الأسئلة بأريحية واطمئنان. امتحان بالواقع يعني حضوري أفضل. أفضل. أي أفضل. نعم. والحمد لله إجراءات صحية مستمرة، سواء كان مدير تربية هنا. نعم. أستاذ عباس، هذا أحمد عباس مدير امتحانات، يعني كوضع صحي متابع كمامات. أي أسئلة بصورة عامة حسب ما استفهمت من ابني أسئلة طبيعية ما بيها غموض، يعني واضحة. بظروف استثنائية عامة تخص البلد وظروف خاصة في محافظة البصرة من ارتفاع نسبة الملوحة وازدياد معدل الإصابات بفيروس كورونا، طلبة البصرة أدوا اليوم الأول من الامتحانات بحذر وبقلق شديدين. من داخل المركز الامتحاني في جامعة البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.